السلام عليكم ورحمة الله تلاميذي الأعزاء. موضوعنا لهذا اليوم جمع وطرح الكسور الاعتيادية للصف السادس الابتدائي. بداية، توجد بعض الملاحظات المهمة التي يجب التعرف عليها قبل الدخول في موضوع الجمع أو طرح الكسور الاعتيادية. الملاحظة الأولى: شرط أساسي عند جمع أو طرح الكسور الاعتيادية أن تكون المقامات متساوية. هذا الشيء يعني أنه أنا لازم أول خطوة أسويها من أريد أجمع أو أطرح المقامات الكسور أنه أشوف المقامات. إذا كانت عندي المقامات متساوية أقدر أجري عملية الجمع والطرح بشكل اعتيادي وإيجاد الناتج. الملاحظة الثانية: في حال كانت المقامات غير متساوية ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقوم بتوحيد المقامات. كيف نقوم بتوحيد المقامات؟ عن طريق أخذ المقامات وتحليلها إلى العوامل الأولية. ما هي العوامل الأولية؟ العوامل الأولية هي 2 3 5 7 11 13. ثم إيجاد، بعد ما أني قدرت أخذ المقامات وأحللها إلى العوامل الأولية، بعدها أقوم بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر ويرمز له ميم ميم ألف الذي يمثل المقام الجديد. أقوم بضرب العوامل اللي حللت عليها، ناتج الضرب هو اللي يمثل لي المضاعف المشترك الأصغر وهو اللي راح يمثل لي المقام الجديد. الملاحظة الثانية: بعد ما وحدت المقامات نبدأ نجمع أو نطرح البسط مع البسط والعدد الصحيح مع العدد الصحيح، والمقام ينزل كما هو. أنا وحدت المقامات، إذن أجي ما أجمع أول مرة العدد الصحيح، أجمع البسط مع البسط، ومن ثم في حال وجود العدد الصحيح أجمع أو أطرح العدد الصحيح مع العدد الصحيح وثبوت المقام اللي أنا وحدته نفسه. إذا كان ناتج عملية الجمع أو الطرح يحتاج تبسيط، نقوم بتبسيط الكسر. يعني إذا كان عندي الناتج النهائي لعملية جمع وطرح الكسور يحتاج تبسيط ذلك أو أي اختصار، نقوم باختصار البسط والمقام على نفس العدد. ما يصير اختصر البسط على عدد والبسط والمقام على عدد آخر. إذا اختصرت البسط على 2 المقام ضروري اختصر على 2، اختصرت البسط على 3 المقام ضروري على 3، وكذلك بالنسبة لبقية الأعداد. هذه هي أهم الملاحظات اللي نقدر عن طريقها نحل بسهولة إيجاد طريقة حل الجمع أو طرح الكسور الاعتيادية بكل سهولة. الآن أعزائي التلاميذ، حارض لكم فيديو لشرح وحل مثال 2 صفحة 47. مساء الخير تلاميذ، اليوم راح نكمل الأمثلة اللي ما أخذناها بالأيام الدوام الحضوري عن جمع وطرح الكسور. المثال الثاني اللي موجود بصفحة 47: ألف اللي هو 8 كسر 8 على 35 زائد 3 على 14. أضوع هنا ماما المقامات غير متساوية. إحنا قلنا عندنا شرط أساسي في حال كانت الكسور عندي جمع أو طرح الكسور لازم تكون المقامات متساوية. إذن هنا أنا لازم أوحد المقامات. شلون راح أوحد؟ راح أجي أخذ المقامات اللي هي منه 14 و35. راح أحلل هذول المقامات اثنيناتهم إلى العوامل الأولية، وإحنا نعرف العوامل الأولية هي 2 3 5 7 11 13 إلى ما لا نهاية. أجي أضوع 14 أحادها زوجي، إذن أحللها على 2، 14 كم 2 فيها 7. أنزل الفارزة أضوع 35 كم 2 إذا أحد 5، إحنا قلنا نحلل على 5، إذا ما يقبل التحليل على 2 أنزل نفسه 35. أجي هنا صار عندي 7 و35، أضوع أحلل على 7 لو على 35، أنتبه اثنيناتهم أقدر أحللهم على 7، إذا راح أحلل على 7.
ينزل، الفارزة تنزل، خمسة كم خمسة فيها واحد. قلنا من نوصل واحد معناها انتهى عندنا التحليل. من انتهى عندنا التحليل ايش راح نسوي هسه؟ راح نستخرج المضاعف المشترك الأصغر. ايش راح يساوي لهنا؟ هضرب 2 في 7 في 5 ويساوي ليش قد؟ 5 في 7 35 في 2 70. إذن المقام الجديد هو 70. أجي وين أخلي؟ أنزل نفسه خط الكسر والزائد وخط الكسر الثاني، أخلي المقام هنا 70 وهنا 70 وحدد. علمتكم طريقة ماما هي، أنا حتى أعرف 70 كم 35 أضل صافنا مرات، أضاوع 35 جايتني منين؟ أضاوع على عوامل اللي أنا حللت عليها. 35 جايتني من ضرب 5 في 7 35، إذا أغطيها وقلت لي منو 2، إذا 70 كم 35؟ إيش قد بيها؟ بيها 2. هاي 2 بمن راح أضربها؟ أضربها بالبسط. إذا 2 في 8 تساوي 16. أجي أضاوع 70 كم 14؟ ما راح أعرف، أضاوع 14، أرجع على العوامل. 14 جايتني ضرب منو في منو من هاي العوامل؟ 2 في 7، إذا أغطيهم ناتجهم 14، إيش قد بقالي؟ بقالي 5، إذا 70 كم 14؟ فيها 5. الخمسة حضربها بيمين؟ أضربها بالبسط، إذا 5 في 3 15. إحنا إيش قلنا؟ قلنا أني من توحد عدة المقامات أجمع البسط مع البسط والمقام مع المقام، عفوا والعدد صحيح مع العدد صحيح، إذا المقام ينزل نفسه 70 16 زائد 15 6 زائد 5 واحد باليد واحد، واحد وواحد 2 وواحد 3، إذا عندي 31 على 70 هو الناتج. الآن ماما راح نحل أيضا المثال الثاني، الفقرة باء من صفحة 47 و 48. عندنا نقطة باء 19 على 20 ناقص 7 على 15، هنا عندي طرح وأيضا المقامات غير متساوية، إذا أنا مش حلات مش أساوي 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 المقامات. إذا راح أخذ المقامات العشرون والخمسة عشر حتى أحللها، هذه الخمسة عشر والعشرون أضاوع عندي هذه العددين، هنا أحادة صفر وهنا أحادة خمسة. دائما قلنا إذا أحادة عدد زوجين حلل على 2، دائما نشوف ماما بالتحليل أدي أصغر عامل من عوامل التحليل اللي هو 2، إذا أقوى على 2 أجيب الـ2، إذا راح أشوف هنا عندي صفر يقل التحليل على 2، إذا أحلل على 15 كم 2 ما بيها، إذا تنزل نفسها. 20 كم 2 بيها 10، يعني 2 كم 2 بيها 1 والصفر ينزل. أضاوع هنا أيضا عندي الصفر، إذا أحلل على 2، ال 15 تنزل نفسها، ال 10 كم 2 بيها 5. أشوف هنا ال 5 وال 15 اثنيناتهم أقدر أحللهم على إيش قد؟ أحدهم 5 أحللهم على ال 5. 15 كم 5؟ فيها 3. 5 كم 5؟ فيها 1. إذا هسه أحلل على إيش قد؟ على 3. 3 كم 3؟ فيها 1. الفارزة تنزل و1. انتهى عندي التحليل، من وصلت للواحد انتهى التحليل. إذا هسه إيش راح أستخرج؟ أستخرج المضاعف المشترك الأصغر ويساوي 2 في 2 في 5 في 3 ويساوي 2 في 2 4. 4 في 5 20. 20 في 3 60. ما عرفنا نضرب ضرب عمودي ما ماكو مشكلة. إذا إيش قد صار عندي الناتج الجديد؟ الناتج الجديد أو المقام الجديد هو 60 ناقص. إذا أنا هنا وحدت المقامات، أجي أضاوع 60 كم 20؟ ما عرفت إيش أسوي. أجي أضاوع مثل ما علمتكم، أما نضرب أضاوع العشرون منين تجي لي؟ أما نضرب من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى؟ أضاوع 2 في 2 4. 4 في 5 20، إذا غطيت هاي 20 إيش قد بقت لي؟ 3 بقت لي. إذا أقول 60 كم 20؟ بها 3. حضرب الـ3 بيمن بالبسط
من الأسئلة يا علاء. أضع إذا ضربت 3 في 5 15 أغطيها بقدر منه 2 و2 2 في 2 إيش قد تساوي لي؟ تساوي لي 4. إذا 4 في 7 إيش قد تساوي لي؟ 4 في 7 تساوي لي 28. إذا هسه توحدت عندي المقامات، إيش راح أسوي بعد ما توحدت عندي المقامات؟ راح أطرح. إيش راح يكون عندي ناتج الطرح؟ البسط مع البسط والمقام نفسه ينزل. ها نزلت المقام نفسه عندي عملية طرح. أقول 7 ناقص 8 ماضية، إذا راح أتداين من هي راح أصير هذه 4، هذه حصير 17. ناقص 8 إيش قد بيها؟ بيها 9. 4 ناقص 2 إيش قد؟ 2. إذا أضاوع الناتج عندي 29 على 60. هنايا عندي تبسيط؟ أضاوع أنت هنا ماكو تبسيط بيناتهم، لأن هذا هنايا مثلا أحادة 9 وهنا أحادة 0 زوجي، فما راح أقدر أبسط، والبسط أصغر من المقام، إذا راح يبقى الناتج مثل ما هو نفسه. تلاميذي الأعزاء، أيضا مثال 2 الفرع جيم، ننتبه هذا هو طريقة الحل للنقطة جيم. مثال جيم صفحة جيم، 5 زائد 3 عدد صحيح و5 على 8 ناقص 8 عدد صحيح و2 على 7. أضوع هنا عندي عمليتين، عملية الجمع وعملية الطرح. يعني مثل ما علمتكم قلت لكم او اخذنا مثال بالدوام الحضوري انه نجمع عمليه الجمع سويه وطرح سويه، بس هنا اختلفت الوضعيه. ليش؟ هنا عندي الخمسه عدد صحيح ما عندي وياها كسر، اذا انا راح اعتبرها انه فقط عندي هذه العمليه، هذه الخمسه نهائيا ما اضع لها. بس انا وقت مش وقت راح نجي نستخدم هاي الخمسه، ما اريد احد يقول لي سانسي خلينا نخلي لها بسط ومقام او هذه، لا راح اعلمكم ابسط طريقه الحل هذه الطريقة. هو عدد صحيح، انطيتكم ملاحظة بالبداية قلت لكم في عملية جمع او طرح الكسور الاعتيادية اجمع البسط مع البسط والعدد الصحيح مع العدد الصحيح والمقام ينزل نفسه. هذا عدد صحيح، اذا يبقى مثل ما هو. من اوصل لمرحلة انه وحدت المقامات كملت اجمع او اطرح الاعداد الصحيحة مع بعضها. اذا هنا شو راح اسوي اني؟ راح اجي اطاوع ولا اخلي له مقام، اعوف الخمسه مثل ما هو. اطاوع هنا عندي 8 و7، اذا انا لازم ايش اسوي؟ اوحد المقامات السبعه والثمانيه. اجي اشوف السبعه والثمانيه، انا ايش قلت لكم؟ اطاوع من اول مره لازم ابدي ادور اذا اقدر احلل على 2، اي لان عندي الثمانيه اقدر احللها على 2، اذا على 2. السبعه ايش بيها؟ ما تقبل تحلي على 2 تنزل نفسها. فاردة تنزل 8، كم 2؟ فيها 4، إذا أيضا على 2، السبعة تنزل فيها 2، على 2، السبعة تنزل فيها 1، على 7، 7 كم 7؟ فيها 1، والواحد ينزل. من أوصل لواحد معناها انتهى عندي التحليل، أجي أطلع المضاعف المشترك الأصغر ويساوي 2 في 2 في 2 في 7. يساوي 2 في 2 4، 4 في 2 8، 8 في 7 56. 56 إذا هاي شنو 56؟ هي المقام الجديد. شنو المقام الجديد؟ شوفوا ايش راح اسوي، حنزل الخمسة نفسها كل شيء ما اسويها، زائد شنو المقام الجديد عندي؟ العدد الصحيح ينزل نفسه أيضا. شوفوا ايش نزلت؟ نزلت الأعداد الصحيحة والعمليات والكسور. شنو المقام الجديد؟ المقام الجديد هو 56، تمام؟ أجي هسه ايش أسوي؟ أريد أشوف 56 كم 8؟ هاي سهلة ما يحتاج أرجع هنايا، لأن هذا بجدول الضرب. 56 كم 8؟ فيها 7، 7 في 5 ايش قد تساوي لي؟ تساوي لي 35. 56 كم 7؟ فيها 8، 8 في 2 تساوي لي 16. اجي اطاوع هنا هسه ايش عندي؟ اجمع البسط او اطرح البسط مع البسط والعدد الصحيح مع العدد الصحيح والمقام ينزل نفسه. اذا ايش راح اقول؟ اقول
الآن تلاميذي حنحل مثال 2 صفحة 49. عندنا مثال 2 صفحة 49، نقطة د، 7 عدد صحيح و3 على 24 زائد 5 عدد صحيح و1 على 9 ناقص 3 عدد صحيح و4 على 12. هذه أعداد كسرية بيناتهم العملية جمع وطرح. ما دام عندي العملية جمع وطرح، إذا أباوع على المقامات. أول خطوة أباوع على المقامات، المقامات مختلفة، إذا لازم أوحد المقامات. أجي آخذ ال 12 و9 والأربعة وعشرون. مثل ما قلت لكم ماما، دائما أشوف من أول عدد بالعوامل التحليل اللي هو العوامل الأولية اللي هو الاثنين، أضع أكو عدد يقبل التحليل على الاثنين، نعم الاثنى عشر والأربعة وعشرون، إذا أحلل بالبداية على اثنين. اثنى عشر كم اثنين؟ فيها ستة. تسعة كم اثنين؟ ما بها، إذا تنزل نفسها ما تقبل التحليل على اثنين. أربعة وعشرون كم اثنين؟ اثنين كم اثنين؟ فيها واحد. أربعة كم اثنين؟ فيها اثنين. إذا أيضا الاثنى عشر والستة اثنيناتهم أعداد زوجية، تقبل التحليل على اثنين. ستة كم اثنين؟ فيها ثلاثة. التسعة تنزل، يعني ما يصير ما تتحلل التسعة على اثنين بدون باقي. اثنى عشر كم اثنين؟ فيها ستة. أضاوع هنا أيضا عندي بعدها ستة تقبل التحليل على اثنين، إذا أحلل أيضا على اثنين. ثلاثة كم اثنين؟ ما بيها تنزل نفسها. تسعة كم اثنين؟ ما بيها تنزل نفسها. ستة كم اثنين؟ بيها شقد؟ بيها ثلاثة. إذا هسه أنا ايش بقى عندي؟ الثلاثة والتسعة والثلاثة تقبل التحليل على ثلاثة، لأن من مضاعفات الثلاثة أعداد فرضية، ومن مضاعفات الثلاثة إذا على ثلاثة. ثلاثة كم ثلاثة؟ واحد. تسعة كم ثلاثة؟ بيها ثلاثة. ثلاثة كم ثلاثة؟ واحد. إذا هسه على ايش قد راح أحلل؟ على ثلاثة. الواحد ينزل ثلاثة كم ثلاثة؟ واحد. والواحد ينزل أيضا. ما دام وصلت للواحد إذا انتهى عندي التحليل. هسه ايش راح استخرج؟ المضاعف المشترك الأصغر ويساوي لي. أجي أضرب 2 في 2 في 2 في 3 في 3 ويساوي لي 2 في 2 4، 4 في 2 8، 3 في 3 9، إذا 8 في 9 ايش قد تساوي لي؟ 72. إذا المقام الجديد ايش قد؟ 72. أجي مثل ما علمتكم أخلي خط الكسر، أنزل الأعداد الصحيحة، أنزل الأعداد الصحيحة، شوفوا، بعدين أخلي المقام الجديد اللي أنا وحده، تمام هنا؟ هسه أجي إيش راح أسوي؟ أريد البسط الجديد، أقول 72 كم 24؟ إذا ما عرفنا إيش علمتكم آني، نرجع من جديد مثل ما علمتكم، أما من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، فأقول 2 في 2 أيضا حصل على 24. 2 في 2 4، 4 في 2 8، 8 في 3 24. إذا أنا راح أغطيها إيش قد بقت لي؟ بقت لي 3. 72 كم 24؟ بيها 3. 3 في 3 إيش قد تساوي لي؟ تساوي لي 9. 72 كم 9؟ هاي سهلة، لأن جدول الضروب إيش قد فيها؟ فيها 8. 8 في 1 8. 72 كم 12؟ ما عرفت، أرجع
يعني خلصت من هذه، ايش انزل هسه ناقص؟ هذا هو تكملة المثال الثاني صفحة 49 نقطة دال. إحنا ماما كملنا إن شاء الله حل مثال اثنين ألف وباء وجيم ودال. الواجب البيتي هو حل تمارين 41 صفحة 50. أتمنى لجميع تلاميذي الأعزاء الصحة والعافية إن شاء الله، ودمتم برعاية الله وحفظه.